ندوزو للبارتي الثانية اللي كيقول لك اعتمادا على ميبيان الشكل جوج حدد قيمتك. اعتمادا على ميبيان الشكل جوج حدد قيمتك. متفقين؟ دونك هنا سؤال جوج عندنا ان في ليميت ميبيانيا هي 0.85 متر سوب موانز، وعندنا ان في ليميت كاري تساوي ام جي على ك عامل لواحد ناقصه في في على ام. دونك حنا بغينا ك، اذا ك هي ام في جي على في ليميت كاري عامل لواحد ناقصه في على ام. نركزو غير على البعد ديالها، هاد البعد ديال ك ان ام في جي ام، نقلبو على البعد بعدا نديرو التطبيق ونعطيكم البعد كيفاش تتعاملو معاه. ام هي 6.3 9.80 على في ليميت 0.85 او كاري عامل لواحد. الكتلة الحجمية هي 1000 على فوا الحجم ديالها هو 2.57 10 ناقص 6 على ام. الكتلة ام هي 6.3. دونك هنا ك قلبوا على البعد ديال الوحدات، انا ندير غير بالوحدات باش نجيب الوحده الصحيحه. هذه بالكيلوغرام قينا، هذه بالنيوتن، حنا النيوتن كنعرفوا هو المتر سكوند، واضح. والفي دي مسؤوليه المتر كاري فوا سكوند فوا سكوند. دونك هذا عندهم نفس البعد، يعني تولي عندي واحد، يعني ما نخدمش بها، يعني غتمشي ليا المتر مع المتر والسكوند مع السكوند. دونك البعد غتولي الوحدة هي الكيلوغرام متر موانز. متفقين؟ باغا ندوزو لتلاتة جوج. قالك أوجه التعبير، تلاتة جوج أوجه التعبير أ زيرو بدلالة كذا كذا. المهم فلا عند اللحظة تيكال زيرو مبيانيا السرعة، هنا مبيانيا السرعة كتكون زيرو، يعني في إيكالا زيرو. هاد لوكاج غتولي عندي السرعة ديال بيس إيكالا زيرو، تولي عندي دي في سيغ دي تي ديال بي في اللحظة تي إيكالا زيرو إيكالا جي عامل لواحد ناقصه في على إم. دونك هادي كتمثل ليا هي أ زيرو، لي كتمثل هي جي، جي عامل لواحد ناقص غو في في على ام. قام قال لك حدد قيمة الزمن المميز. دونك ها جي ها لي بغا، حنا كنعرفو في الدرس ان أ زيرو كتساوي في ليميت على طو. هنا بغاو الزمن المميز هو طو، طو هو في ليميت على أ زيرو. في ليميت عندي ليكسبريسيون ديالها هي دي في ليميت، دونك عندي لافالو و أ زيرو نحسب لها لافالو ديالها. دونك نقول ندير الطريقة ديال الإسق، هي ناقص غو في في على إم، و في ليميت عندي هي 0.85. دابا ندوزو للجزء الثالث. الجزء الثالث كيقول، تيقولك أسيدي الفرق بين مدتي السقوط نحدهم. أعاد مريم أحمد ومريم تجربتهما في نفس الطرق السابقة، لكن في هذه الحالة كان ارتفاع الماء في الأنبوب هو يعني دوبلو الارتفاع أش ولا زوج أش صغيرة. حرر أحمد ومريم كريتين أو بي بدون سرعة بدئية عند نفس اللحظة من نفس الارتفاع أش، من نفس اللحظة أو ذو حرارة. عبر عن المدة الفاصلة بين لحظتي وصول كريتين إلى سطح الأرض بدل تي أ و تي بي و أش. في هذه الحالة ندرسو
ندرسوا حركة القرية، يعني نشوفوا المدة اللي غتوصل فيها. حنا حسب السؤال جوج واحد لقينا بلي اش كتساوي هي واحد على جوج جي تي كار. دونك حنا هاد الاش ولات عندي هي اش كتساوي دو اش صغيرة، صافي. هاد لوكا هاد دو اش، هاد الاش كبيرة تساوي هي واحد على جوج جي تي ا بريم كاري، صافي. دونك وهادي اش كتمثل ليا؟ كتمثل ليا هي جوج اش كتساوي واحد على جوج جي تي ا بريم كاري. دونك نعوضو اش هي جوج فواحد على جوج فوا جي تي ا العادية الأولانية ديال الارتفاع واحد كتساوي واحد على جوج جي تي ا بريم. دونك تمشي ليا هادي مع هادي وهادي تختزل تبقى تي ا بريم كتساوي هي جوج تي ا، صافقة. غنجبدو اللحظة تي ا بريم لي غتساوي هي جذر جوج تي ا، صافقة. هادي هي لحظة وصول الكرية في هاد الارتفاع. دابا ندوزو للكرية الأخرى، كرية بي. دونك حنا عرفنا بلي هاد الكرية بي هذا الأش الأول مثلا الارتفاع الأول، هاد الأش كتقطع في اللحظة تي بي. من بعد فاش كتوصل كتكمل هذا الاش الثاني، هذه قطعتها في هذا هو الارتفاع الثاني. دونك حنا كنعرفوا هنا من هذه النقطه حتى الارض كتكون عندي الحركه مستقيميه منتظمه. في هذه الحاله اش غادي نديرو في ليميت كتساوي هي هذا الارتفاع على تي بي تي بري. واضح حنا بغينا تي بري اللي هي اش على في ليميت. دونك الا بغينا هاد تي بي بريم هي هاد لانستون تي بي زائد هاد الاش على في ليميت، صافا. دونك حنا جبدنا هنا باغا نمشيو للمدة الزمنية. دلتا تي هي تي بريم موان تي ا بريم. تي بريم هي لحظة تي بي زائد اش على في ليميت موان راسين دو دو فوق تي ا. والسؤال ب هو التعويض، تبقى دلتا تي كتساوي تي بي. تي بي اللي عطاونا في لي دوني الاولين هي 1.1 زائد اش الارتفاع اش تلقينا على ليمي في ليميت هي 0.85 موان راسين دو دو فوا تي ا. تي ا هي 0.41. دونك نتمنى التمرين يكون فهمتو. إلى تمرين آخر إن شاء الله.